بغيتيني نهضر بلا زواق؟ بلا زواق، بلا كذوب. بلا كذوب. هاد الكلمة قلتها في عرس الفنان الكبير ستاتي. عرس بنته. عرس بنته. قلت هاد الكلمة خوف. خوف الزوج ديالي كان كيقول لي إلا لقيتك خدامة في شي مالها ليلي نقطع لك رجلك. وكان مشي كنخدم علاش؟ ميمكنش الزوج ديالي يصير لي على أمي. مستحيل أنني نقول لي صير لي على أمي وما عندها بزاف المصاريف. ما عطيتهاش أنا، مكينش اللي عطاها. إلا ما كيناش خالتي مكينش اللي عطى الماما. خصني أنا نصير على أمي. كنمشي كنخدم في الملاهي الليلية بالتخبية باش بدوك الفلوس كنعطيهم لماما باش ماما تلقى ما تصير. ومني سولوني، حيت أنا أول واحد عرفته كيتفرج في السوشيال ميديا كيتفرج في فيديوهات ديالي هو الإكس ديالي اللي دابا الإكس ديالي. كنت كنخاف نقول أنا كنخدم في الملاهي الليلية، وهذاك النهار بالضبط كنت خدامة في ملهى ليلي. خرجت من العرس مشيت خدمت في ملهى ليلي. والرأي ديالها يحترم، كتبقى فنانة كبيرة.